دي عافية، شكرا لنا الشير ودي ها. نعم دكتور واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم من موضوع كلينيكال بايوكيمستري للمرحلة الثالثة، كلية الصيدلة، جامعة جابر بن حيان الطبية، وللعام الدراسي 2020-2021. محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي بنتوس فوسفيت باثواي، تكملة إلى المحاضرات الميتابوليزم أوف كربوهيدرات، واحدة من أهم الباثوي اللي هي بنتوس فوسفيت باثوي. طلبتنا الأعزاء، أريدكم على هذه الصورة فقط نظروا لها وما بها أي سؤال، أوجه لكم فقط أريدكم شوفوها لمدة أقل من نصف دقيقة وبدون سؤال عليها. لكن هنا هذا جي 6 بي دي جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ديفيشنسي، هنا الفابا وهنا دراكس. ما هذا اللي هو ال RBC non-normal RBC by concave shape of RBC at the blood cell. This is hemolysis extraction of RBC. فقط بدون سؤال. المحاضرة لهذا اليوم تشمل باثوي مهم جدا اللي هو البنتوس فوسفيت باثوي، مرات نختصره إلى PPP للاختصار، أو مرات شوفها في مصادر مكتوب هكسوز مونوفوسفيت باثوي HMB شنت باثوي. راح ندرس في هذا أو في هذه الميتابوليك باثوي بنتوس فوسفيت باثوي itself and significant قصد بها clinical significant and regulation. وقبل ما نبدأ بمحاضرتنا لهذا اليوم، بعد ما وصل الجلوكوز إلى التشيو المن راح يتحول بعد ما يدخل بواسطة الجلوت المنوعة اللي احنا اخذناها سواء كان جلوت 1 2 3 4 5 الجلوكوز within the cell. بعد ما صار الجلوكوز within the cell اول تحويل الى اللي هو يحيى، تفضل يحيى. دكتور، الجلوكوز يتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت من خلال اما الهكسوكاينيز اللي هي بالماس اوف تيشو، والجلوكوكينيز من خلال الليفر والبيتاسيوم. شكرا جزيلا لك. اذا اتفقنا انه تحول الى جلوكوز 6 فوسفيت within the cell بغض النظر عن اي cell، بواسطة اذا كانت التشيو except liver and beta cell بواسطة الهكسوكينيز. لكن الجلوكوكينيز بالليفر عن بيتا سيل. قدنا كل التفاصيل، ما يهمني من هذا السؤال هو صار عندي جلوكوز 6 فوسفيت.
فاطمة تاي وياي، فاطمة تاي جلوكوز 6 فوسفيت. أخذنا المسار الأول اللي اتجه به بالميتابوليزم جلوكوز 6 فوسفيت، شو اسم الميتابوليزم؟ أول ميتابوليزم باث واي. دكتور جلايكوليسيس. العفو، لا تسألني، قولي فاطمة تاي، قولي جلايكوليسيس على المشاركة الأولى. زين، إذا عندنا المسار الأول قال زميلتكم فاطمة تاي اللي هو جلايكوليسيس، وأخذنا كل تفاصيله. بس يا سارة بعدني ما سألت، الآن من جلوكوز 6 فوسفيت إلى مسارات مختلفة. ثاني مسار اللي هو سارة شنو اللي اليوم؟ ثاني مسار إذا ما يروح جلايكوليسيس وين راح يروح؟ تفضلي سارة. دكتور ثاني مسار هو السيتريك أسيد سايكل. سارة راح أسوي روح ما أسمع، وهذا الجواب غير دقيق. بنتوس فوسفيت. بنتوس فوسفيت باثوي، ممتاز. أسيتريك أسيد ياخذ أسيتايل كولين، يعني ياخذ بعد ما يتحول. وش أنا أريد فقط من الجلوكوز 6 فوسفيت اتجه إما باتجاه الجلايكوليسيس وإلى طريق ثاني اللي هو محاضرتنا لهذا اليوم، بنتوس فوسفيت باثوي. إذا خلينا نشوف شنو البنتوس فوسفيت باثوي. نشوف هذا الباثوي. طيبكم طريقتين لقراءة الموضوع. الطريقة الأولى أنه عن طريق تشارت، وهي طريقة سهلة، وتخلي الأنزيمات والكوإنزايم والريجوليشن على تشارت أو على الفيجر، يخلص كل المحاضرة تخلص به. أو طريقة أخرى اللي هي طريقة قراءة الرياكشن وبعدين ترجع للتشارت. هاي شوية طريقة يسوي لك أربعة. أنا أقول تخلي التشارت قدامك، تخلي الفيجر، تخلي الميتابوليك باثوي، وتجيب الإنزيمات وكل شيء يسوي له رياكشن أو كل شيء يسوي له إنهبيشن. بالبنتوس فوسفيت باثوي هنالك على التشارت، شوف باور التشارت هذا، نسأل أي طالب. زيد قدامك واضح التشارت؟ زيد اي واضح دكتور. ايش طلع قدامك شنو؟ اول تشارت واضح. زين، اذا اول بالبنتوس فوسفيت باث واي عندنا تو باث واي. تو باث واي، باث واي يعني قسم تو برانش، اوكسيداتيف باث واي اند نون اوكسيداتيف باث واي. هذا تشارت بالتفصيل، تشارت بصوره ملخصه اللي هو هذا. كيفكم تريدون على هذا على هذا؟ ماكو مشكلة. أرجع إلى هذا، إذن عندي إذا أقسمها إلى قسمين اللي هي oxidative part and non-oxidative part. أخذنا oxidative هنا معناها 6 glucose 6 phosphate، يعني 6 جزيئات من الجلوكوز 6 فوسفيت يدخل، 6 بواسطة الانزيم الاول اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، ما يسمى بالجي بي دي اتش مراتب الهبوط الوقت صار. فهذا الانزيم راح يكون باحتياج او هنالك جنريشن ان اي دي بي الى ان اي دي بي اتش. إذا النقطة الأولى بهذا التفاعل حصلنا على NADPH، سجلوها يمكن، حصلنا على NADPH. بعد حولنا الجلوكوز 6 فوسفيت إلى 6 فوسفو جلوكونولاكتون. هذا التفاعل هو Rate Limiting State اللي هو قلنا لكم عمق الزجاجة، اللي هو الخطوة المحددة للتفاعل، اللي هو تفضل يا حي. يعني معناته دكتور هذا
الريفيرسبل واللوستريك انهبيشن. جاز نعم اللوستريك there is الريفيرسبل ريأكشن. دكتور يعني هسه مبدئيا الجلوكوز 6 فوسفيت يا اما يتجه باتجاه الاوكسيديتيف فيس اللي هو الجلايكولايسيس نفسه صحيح؟ لا يعني الاوكسيديتيف والاكسيديتيف هذان نفس خاصات بالبنتوز فوسفيت باك واي ديش اسمها اوكسيديشن. اوكسيديشن دي اوكسيديشن نعم نعم زين واضح. جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز هذا الريت ليميتنج ستيب كتبوا على هذا التفاعل الأولي مهم جدا جدا داخل البنتوس فوسفيت باثوي. بعدها إذا النقطة الأولى تكتب يمك عندك تكتب يمك حصلنا أول بداية ال NADPH هاي واحد واثنين هو الريت ليميتنج ستيب هاي النقطة الأولى سجلها لك. النقطة الثانية بعد ما يتجه باتجاه الأمام وبواسطة إنزيم آخر اللي هو الهيدروليز تحول إلى 6 فوسفو جلوكونيت. جلوكونيت 6 فوسفو جلوكونيت بواسطة 6 فوسفو جلوكونيت ديهيدروجينيز. تفضل يا مؤمن ما سألت أنا بعد تفضل. دكتور عيد النقطة الأولى ما افتهمتها زين أنا وياك بقى خلينا نتناقش اتفقنا أنه الجلوكوز داخل الخلية تحول الجلوكوز 6 فوسفيت صح؟ هدي. ناقش وياي مهم جلوكوز 6 فوسفيت إما يروح باتجاه الجلايكولايسيز اللي أخذناه سابقا أو إلى طريق آخر يتحول بباثوي يسموها بنتوس فوسفيت باثوي. بدي اول تفاعل شوفها باتجاه واحد اول تفاعل يسموه ريت ليميتنج ستيت يعني هذا مو ريفرسبل مو ريفرسبل والله مهمه جدا هو عنق الزجاجه هو الكي اوف ريكشن اوف باثوي مفتاح الباثوي كله بهذا الريكشن الاول تمام مؤمل ايش حصلنا هسه من هذا الرياكشن ايش حصلنا NADPH NADPH بلي. سجلها يمك راح اسالك بالاخير سجلها يمك مباشره حصلنا NADPH نياسين ادينين دايفوسفيت هيدروجينيز هيدروجين يعني هذا ريدوسد فور NADPH تحول نمشي بالتفاعل هاي الخطوه الاولى الخطوه الثانيه بواسطه انزيم الهيدروليز تحول الى 6 فوسفو جلوكونيت قبلها اكو 6 مضروب في 6 جاي شوفها مؤمن 6 في هاي يعني اقصد 6 جزيئات دخلت بالتفاعل 6 يعني 6 جزيئات دخلت هذا الرياكشن احول الى الخطوه 3 6 فوسفو جلوكونيت ايضا بواسطه انزيم 6 فوسفو جلوكونيت راح نحصل ايش قد اي ان اي دي بي اتش الثانيه واضح حصل 6 لان احنا 6 جزيئات استاذ جت ايش حصلنا بهذا التفاعل للتفاعلات الاولى حصلنا 6 ان تي ان اي دي بي اتش وحصلنا بعدها 6 ان اي دي بي اتش ممتاز او يعني اي هاي اذا ان دي ان اي دي بي اتش مهم جدا شوي نمشي بالتفاعل طبعا يتحول الى 6 ذرات من او 6 جزيئات من 3 كيتو 6 فوسفو جلوكونيت بواسطه انزيم اللي هو طبعا مقسوم الى قسمين اللي هو الايزوميريز والابيميريز يتحول الى 5 6 رايبولوز 5 فوسفيت. الرايبولوز من يقدر يقول الرايبولوز مونوسكرايد كم ذرة الرايبولوز؟ يلا خلينا نشوف ربع عيدة منها حتى نخلص من هالموضوع. فاطمة أحمد. نعم دكتور. 5 فاطمة أحمد. إذا لحد ما نوصل إلى هذه المنطقة. هاي المنطقة. الرايبولوز إذا عندنا 5. ايش حصلنا اذا بالتفاعل اذا نبدا من البدايه؟ NADPH 1 ورايبولوز 5 فوسفيت. الرايبولوز
يعني سكر خماسي. بعد بالانزيم الابيميريز والانزيم الايزوميريز والابيميريز يتحول الى ريبوز 5 فوسفيت. ريبوز 5 فوسفيت ومقابلها زيلولوز 5 فوسفيت. الريبوز 5 فوسفيت او الريبوز وين يستخدم؟ وين يستخدم الريبوز؟ هنشوف لنا واحد. يلا فاطمة الزهراء. تفضل فاطمة الزهراء. ظاهر اكو بالانترنت ضعف يعني ذلك تكون الاجابة متأخرة. فاطمة الزهراء موجودة؟ ما موجودة. يلا باقر، وين كنت باقر بالمحاضرة؟ السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. يلا باقر، شنو الاحتياج الثاني أو المادة الثانية راح تطلع عندي بالانتوس فوسفيت؟ بالار ان اي سينثيسيس. ممتاز، هذا يلا باقر. باقر هاي المشاركة لك. إذا عندنا الرايبوز والمادة الثانية اللي طلعت عندي مولكيول بايو مولكيول الثاني هذا الباثوي. بعد أبدي ب الرياكشن واستمر بالفايف رياكشن اسمه ترانس كيتوليز، نقل مجموعة الكيتون. لاحظ هذه العملية اللي موجودة هنا، لو تلاحظ هذا الاشتراك مثلا اثنين مع الرايبوز يتكون عندي سيدو هيبتولوز 7 فوسفيت، شوف هاي سكر يعني 7 ذرات كربون زائد 3، لان يعني منها 2 منها 4 عفوا منها 5 ومنها 5 صار 10. فمن يتحدون اثنين بواسطه ترانس كيتوليز انزيم رياكشن 10، صار هنا 7 وهنا 3. وهكذا تستمر بالرياكشن رقم 6 بالترانس الدوليز يتحول الى فركتوز زائد اريثروز. الفركتوز والاريثروز، الفركتوز وين يصير بيا رياكشن بالميتابوليك؟ بيا رياكشن الفركتوز 6 فوسفيت اخذنا بيا ميتابوليك باث واي. غير يحيى غيره. يلا فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء الفركتوز بالجلايكولايسيس. ممتاز، هذا بالجلايكولايسيس. هو خلصنا من عنده، هذا راح قبل الى الجلايكولايسيس، هذا المسار أول واحد خلصنا من عنده راح بالكلايكولاسيس. بقى عندي كذلك لاحظ هذا الأريثروز مع الزايلولوز بالرياكشن رقم 7 اللي هو سكند ترانسكيتوليز يتحول إلى فركتوز 6 فوسفيت، وكذلك الفركتوز يرجع إلى الكلايكولاسيس. ايش بقى عندنا؟ جليسيرالديهايد 3 فوسفيت 2 من عنده يصير اتحاد فيما بينهم تحول الى فركتوز 6 فوسفيت ويرجع الى الفركتوز 6 فوسفيت. وخلنا نشوف من الرفع ايده بعد ما سالت. يلا منو؟ يلا فاطمه عندكم سؤال لو مداخله؟ دكتور يعني هسه من راح نحصل على الفركتوز 6 فوسفيت ويرجع للجلايكولايسيس، يعني كانه اكو قسم من الجلوكوز جاي يصير له بنتوز فوسفيت باثوي ويرجع للجلايكولايسيس يعني. نعم نعم. زين انا يعني اول تالي رجعت للجلايكولايسيس، اول وتالي رجعت للجلايكولايسيس، بس اكو بيها تفاصيل. احنا هسه ابقى ويا فاطمه الزهراء حتى يكون للطلبه البقيه واضحه القضيه. نعم. احنا هسه قلنا اتفقنا الجلوكوز اذا دخل وذن ذا سيل وكل الباثوي اللي عرفناه شلون انتقل ودخل، اول مسار شو يتحول الى شنو؟ جلوكوز 6 فوسفيت. إذا كان بكل أنحاء الخلايا الجسم ما عدا الليفر والبيتا سيل يتحول بواسطة ذاك الكلوكوكانيز إلى هيكسوكانيز صار كلوكوز 6 فوسفيت، اتفقنا؟ من الكلوكوز 6 فوسفيت كل واحد يتخيل قدامه اكو هنالك طريقين. طريق يروح بالكلايكولايسيس يسمونه الأوكسيديشن وعرفناه درسناه. طريق آخر راح يروح بمسار البنتوز فوسفيت باثوي. من طلع بالبنتوز فوسفيت باثوي ايش حصلنا من هاي الباثوي هسه؟ حصلنا ما يلي. نمبر 1
حصلنا NADP NADP واحد نمبر 2 حصلنا سكر خماسي انا اكل السكر الخماسي اللي هو الرايبوز فوسفيت نمبر 3 حصلنا على سكريات غير السداسي والخماسي مثلا اللي هو الاريثروز 4 فوسفيت هذا رباع وحصلنا على جليسيرالديهايد 3 فوسفيت هاي النقطة ثلاثة وحصلنا على واحد هذا سبع ذرات كربون اللي هو أسيدو هبتيلويز من هذا الرياكشن كلها ترجع للكلاكولاسيس وتدخل في المسار مالته ولذلك قلت لكم الكلاكولاسيس تقريب أهم باثوي موجود لأن من عنده راح يطلع انترميديت وأيضا انترميديت أخرى تجي تدخل به ولذلك الكلاكولاسيس يعتبر مهم جدا واضح فاطمة الزهراء؟ نعم دكتور يعني هاي الخطوة إذا يعني تجهلها الجلوكوز إذا كنا نحتاج هاي المركبات مثلاً هسا راح نشوف راح نشوف وين راح نحتاج هسا فقط إلى هنا راح نشوف وين نحتاج خلينا نقول فاطمة الزهراء هاي يسموها مداخلة ثانية فاطمة تايه يلا وين فاطمة تايه نعم دكتور أين أنت يا فاطمة تايه؟ نسوي خلاص ايش حصلنا من البنتوس فوسفيت باثوي ايش حصلنا من هذا المسار كله مو اي المسار كله مو سكر حصلنا سكر خماسي من البدايه هاي واحد سكر خماسي ممتاز واحد اثنين دكتور ابدا من البدايه واكمل الباثوي كيف دكتور هو احنا عندنا الجلوكوز لما يدخل للسيل راح يتحول عندنا خطوه تكون الريفرسابل بواسطة أما الهكسوكاينيز الألتشو أو الجلوكوكاينيز اللي يكون بالليبر وبالبنكرياس يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت هذا المركب يكون أمامه طريقين يا يعني أما يروح بعملية تسلى أوكسيديشن جلايكولايسيس أو يروح بهذا الباثوي اللي هو بنتوز فوسفيت باثوي تاز هذا الباثوي راح يتحول لنا إلى شنو راح نحصل مركبات اللي هي شنو مثلا نحصل سكر خماسي اللي هو اللي ممتاز اذا ان شاء الله الاولى سكر خماسي نمبر 1 مال الار ان اي وراح نحصل ايضا السكريات اللي هي مو شرط تكون اللي هي سداسيه او خماسيه مثلا رباعيه هي الاريثروز ممتاز ايضا راح نحصل خطوات تفاعل نحصل انه الفركتوز 6 فوسفيت اللي راح يعتبر ك برودكت عمليه الغير نبع بعمليه الجلايكولايز بعد شن حصل الـ NADP الـ AADPS نحصل اثنين ويعني هنا بخطوتين نحصل هنا ينضرب تمام بعدين ينضرب ونحصل جليسرديهايد 3 فوسفيت ممتاز ممتاز فاطمة تايه عندها مشاركتين تحولت الى ستار واحد فاطمة تايه اذا نسيتها يعني شويه قولي الاستاذ نساني بس انا ما انسى هسه خليت الستار اول ما راح انزل بالاكسل فاطمة تايه حط لها ستار وراح اتاكد قبل ما انشر لكم التقييم فاطمه تايه ستار نمبر 1 زين خلينا نختار لنا واحد من طلبتنا الاعزاء البقيه اللي ما جاي يرفعون ايدهم وهم حاليا يلا وديان يلا وديان نعم دكتور وديان اعطيني بصوره ملخصه ايش حصلنا من هذا الباثوي دكتور حصلنا انا واحد وحصلنا الرايبوز اثنين عافيه وديان وحصلنا هم سكريات تكون مو ممتاز هاي كاب شكرا جزيلا وديان هاي المشاركة الأولى يلا أحمد حيدر نعم دكتور وش حصلنا هنا NADPH أولا واحد وكذلك الأريثروز جليسرديهايد 3 فوسفيت والسيدو هبتلوز وكذلك تحولنا الفركتوز زين يا الخطوة المحددة لهذا التفاعل الريت ليميتنج ستيب إن ذيس رياكشن الأولى دكتور تحويل الـ 6 جلوكوز إلى 6 جلوكوز جلوكون no. الإنزيم شو اسمه بس أريد الإنزيم الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديهيدروجينيز أحمد حيدر مشاركة أولى زين هسا إحنا أعتقد هذا الباثوي من ما عنده واضح هذا الباثوي حتى أرجع إلى الموضوع اللي هو شوي يهمني بعد بال يلا فاطمة عبد المنعم نعم دكتور يلا فاطمة عبد المنعم بصورة ملخصة جدا ايش حصلنا من هذا الباثوي نمبر وين
رايبوز رايبوز ممتاز وانا دي بي اتش وسكريات سكريات غير السداسي حصلنا سباعي حصلنا ثلاثي حصلنا رباعي ارثروز ممتاز هاي فاطمة عبد المنعم شاركت الأولى أعتقد هذا الباثوي ينحفظ بهذا الاتجاه عفوا دكتور تفضل دكتور بس بالنسبة للخطوة الخامسة والسادسة والسابعة سحاليا جاي مثلا بالخامسة جاي يتحد عدة الرايبوز ويا الإكزايلوز يعطيني سيدو هبتلوز يعطيني جلسردها صحيح؟ نعم بهالطريقة زين السادسة نفس الحال يعني يعطيني جاي يعطيني فركتوز وإرثروز يعني هاي يسموها ترانس كيتوليز هذا الإنزيم هو نقل مجموعة كيتوليز من وإلى هذا النقل مع عملية الدمج يتكون يتكون سكريات غير السكريات اللي بدأ بيها بالتفاعل ولذلك نشوف بلي هسه حاليا الفكتوز الاول اللي طاني بالستب بالسادسه بالخطوه السادسه هو راح يدخل الجلايكولايسيس تمام اللي راح نحصله بالخطوه الثامنه وين راح يروح هم يرجع للجلايكولايسيس هتشوفه هذا هذا الخطوه الثامنه راح يدخل الجلايكولايسيس هم هم ترجع كلها للجلايكولايسيس ترجع ترجع ما عنده مشكله بيها كلها ترجع يلا هذا يحيى مداخلة ولك يحيى هاي زائد مداخلة نام وصار الستار بس أنا يعني لازم شوية أخذ بس إحنا من المنتبه على على كلامي على المحاضرة على السلايد منو اللي أكو بعد توضيح أنا عمدا خليته من المنتبه عليه اكو بعد شيء عليك على هذا الباث واي وبعد شيء يلا مؤمل رافع ايدك مؤمل تفضل اذا بالاشتباه نزل ايدك دكتور هاي النقطه الرابعه بي هي النقطه الرابعه اي العمليه اسمها جلايكولايسيس النقطه الرابعه بي شو اسمها العمليه النقطه الرابعه اي اسمها جلايكولايسيس جلايكولايسيس لا اسمها ايزوماريز ايزوماريز بعدك ايزوماريز انا اقول لك وين اشوف جوا اكو انزيمز مهملك جوا انزيم شوفه هاي انزيمز هاي تقراها وكل واحد رقم واحد يا انزيم رقم 4A ايزوماريز تمام 4B ايزوماريز حتى تكون عندك سهله اكو هالشيء توضيحي بعد اخر يلا حسن دكتور اسم مجموعة طاقة يعني شبيه الطاقة الاي تي بي شبيه شقد راح نحصل من هذا التفاعل شقد راح تحصل من هذا التفاعل هم سؤال لا بأس به شو تقول انت ال ان اي دي بي اتش دكتور ال ان اي دي بي اتش هي 2.5 شوف هو بالمناسبة حسن يعني انت حقيقة سؤال يعني هو مقدمة إلى آخر محاضرة بالميتابوليك راح أخذكم اسمه أوكسيديتيف فوسفوريليشن من الجلايكولايسيس من السيتريك أسيد من هاي الإنزيم هاي الباثوي هنالك NADH أو NADPH شلون راح يتحول إلى ATP وين يروح يسموها الباثوي اسمها أوكسيديتيف فوسفوريليشن إن شاء الله راح نأخذها في آخر الميتابوليزم أكو هنالك موضوع يخص هذا الباثوي راح ارجع الكيمياء الى هذا المكان احنا اتفقنا قلنا هذا الباثوي بي تو بارت اوكسيديتيف فوسفوريليشن الى حد النقطه او التفاعل الثالث اللي هو الرايبولوز 5 فوسفيت هذا راح نسميه اوكسيديتيف فيس او اوكسيديتيف الفيس أو oxidative part هذا الثلاث reaction then الموجودات three biochemical reaction is called oxidative phase من التفاعل الرابع فما فوق راح نسميه non oxidative pathway non oxidative part أو phase non oxidative phase نشوف هذا مؤشر نن اوكسيديتيف يحيى شوف المؤشر واضح يحيى القلم قصدك دكتور اي هذا لا المؤشر وليس القلم مؤشر
ماكو ماشر عندي. شيء موجود أمام الشاشة. زين. إذن هذا النون أوكسيداتيف فيس. إذا أرجع إلى الباثوي أيضا حتى تكون عندكم واضحة جدا. ناخذ القلم وري زينب عماد وياي. زينب عماد. نعم دكتور. يلا زينب عماد. الباثوي إلى حد هذا منه نشوفه هو أوكسيداتيف. وهذا الباقي شنو؟ نون أوكسيداتيف. زين. زينب عماد. إذن إذا قلنا بالأوكسيداتيف زينب عماد شنو راح يصير عندنا بالأوكسيداتيف؟ إيش راح ينتج؟ ها؟ فقط رايبلوز وبعد إيش نستفاد من هذا؟ هاي واحد. زين وبنن أوكسيداتيف شنو حصل؟ سكريات بكربونات مختلفة. تمام يلا هاي زينب عماد هم انتبهوا وياي. زين. هسه خلصنا من هذا الباثوي وأريد أحول إلى الجانب السريري بهذه الجهة. زين. الآن شوفوا لهذا الرياكشن. ملخص إلى هذا الرياكشن إنه حصلنا على الـ NADPH في هذا التفاعل. أضاف لذلك حصلنا طبعاً كون زائد مونوسكرايد مختلف. حصلنا 5 مونوسكرايد، حصلنا 6، حصلنا 7، حصلنا 4، حصلنا 3 مونوسكرايد. زين هذا ملخص المن إلى التفاعل. من هذا الأمر اللي هو البارت الثاني التوبيك الثاني بالمحاضرة اللي هو significant of HMP shunt pathway أو PPP pathway. إذن أول بداية حصلنا NADPH. NADPH أعتقد يمكن فاطمة الزهراء سألتنا قالت ايش راح نستفاد من هذا الباثوي ويمتى نحتاجه. اذا الطالبه فرح موجوده. فرح. فرح. نعم دكتور. فرح هسه حصلنا احنا الان اي دي بي اتش. هسه انا ندخل ان اي دي بي اتش تتوقعين وين يحتاج الجسم ان اي دي بي اتش؟ اي دي بي اتش بايوسينيسيس اوف ذا فاتي اسيد. واحد كوليسترول. تمام يا متكاف. هاي هاي فقط بايوسينيسيس اوف فاتي اسيد كوليسترول ستيرويد هرمون. زين الفاتي اسيد راح نشوف احنا بعمليه الصناعه مالته فاتي اسيد سينثيسيس او لايبوجينيسيس نحتاج ريدوسينج كومباوند كوانزايم يكون اكثر نقول اكثر الكترو نيجاتيفيتي اكثر مور بوتنت أوكسيدو ريدوكس ريأكشن اللي هو الـ NADPH. راح نشوف بعملية صنع الفاتي أسيد والكوليسترول والستيرويد ما راح يدخل الـ NADH. لاحظ انتبه لي ما راح يدخل الـ NADH يدخل الـ NADPH. اكتب السؤال يمك واجب. What is the differences between NADH هذا الواجب رقم واحد. الفرق ما بين الـ NADH والـ NADPH حتى تكون مقدمة إلى محاضرات الليبيد. وكذلك بالكربوهيدرات شفنا كله يدخل NADH ما دخل NADPH ما دخل بالتفاعلات. زين من هذه النقطة نقدر واحد يقول لي يا أورغان يكون بها أكثر الفاتي أسيد سينثيسيز يا أورغان يكون أكثر صناعة الكوليسترول بي يا أورغان يكون أكثر أو يا تيشو أكثر يكون صناعة ستيرويد هرمون أكثر. من هو يجاوبني؟ يلا فرح خليت مشاركة. فرح يلا تفضلي ولو تشاركتي يمكن قبل شوي شاركتي. اي دكتور. يلا دكتور هو ال بي 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 هي فوسفات بنتوز باثوي
لان تكون ال NADH تكون اكثر، فهي ال NADH تستخدم في صناعه الفاتي اسيد. NADH NADBH يقول بي اتش، اذا قلت ماكو بي اتش يعني هاي كربوهيدرات ميتابوليزم. اي بي اتش هنا عندنا ان اي دي بي اتش اكثر، فالفاتي اسيد اكثر، فبالتالي بيانت الشو بيانت الشو يا مكان بالجسم باي مكان يصنع الفاتي والاسيد اكثر، الكوليسترول اكثر، ستيرويد هرمون اكثر. ها سؤالي هذا، يلا على راحتك يلا نحاول. فاطمة حيدر. نعم دكتور. فاطمة حيدر. دكتور هو أكثر شيء يصنع الكوليسترول الفاتي أسيد بالليفر والأديبوس تيشو. ممتاز، ولو أنا قالتها فرح ما يخالف. والرينال كورتكس وال. ممتاز، هاي فاطمة حيدر. أوفري واللنس. هسه الآن أربط هذا السؤال ويا المداخلة مع فاطمة الزهراء. إذا فاطمة الزهراء هذا الباث واي مهم جدا، بأي أماكن؟ دكتور في تصنيع في البايسينثيسس مالت الفاتي اسيد والكوليسترول والستيرويد اللي تكثر بالليفر. اذا هاي الباث واي تكون نشطه في هذه التشو في هذه السيلز، نلاحظها تكون نشطه جدا. ليش نشطه اذا قلنا لكم ليش؟ لانه نحتاجها بالبايسينثيسس مالت الفاتي اسيد والكوليسترول والستيرويد. او ليش تكون هي هاي نشطه بهاي الاماكن اللي يصنع بها الفاتي اسيد والكوليسترول والستيرويد هرمون؟ لأنها تحتاج إلى البنتوس فوسفيت باثوي اللي ينتج دكتور يعني طاقة ما واضح طاقة إحنا زين شنو فائدة البنتوس فوسفيت باثوي اتفقنا إيش تنتج أولا دكتور تنتج السكريات اللي من عندها الرايبوز ومن عندها واضح رقم واحد نمبر 2 شو يحتاج؟ ايش تطلع عليه العفو ايش يطلع من عندها؟ اول تفاعل ايش طلع من عندها؟ الطاقه الـ NADPH NADPH فاذا الـ NADPH نحتاجه هو الفوسفيت نحتاجه بصناعه الفاتي اسيد بالكوليسترول نحتاج NADPH لذلك هاي الباثوي تكون نشطه داخل هذا الباث واي سالفة فاطمة الزهراء ستار واحد نقطة ثانية فري راديكال سكافينجينج شنو هاي مقصود بها فري راديكال يعني أثناء عملية الميتابوليزم راح تشوفوها أنتم خلال فترة إن شاء الله موضوع اسمه ريدوكس كومباوند يمتى تنتج في عملية الميتابوليزم هنالك راديكال كومباوند من يقدر يقول لي شنو الراديكال كومباوند داخل الجسم اللي تنتج داخل الجسم راديكال كومباوند راديكال خلينا نشوف اين الحاضر الغائب واين الغائب الحاضر واين الحاضر النشط يلا ابراهيم السلام عليكم دكتور سلام ورحمه الله دكتور مثلا عندنا النيتروجين ابراهيم نعم غير النيتروجين عندك جواب لا والله دكتور يلا شكرا جزيلا للمداخله داخل يلا باقر باقر اليوم نشط باقر نعم دكتور الراديكال مثلا مثل من البيروكسيديز هذا البيروكسيديز انزيم هذا انزيم اريد الكومباوند اللي هي الراديكال كومباوند راديكال سكافينجر لا اريد الراديكال كومباوند اللي داخل الجسم سؤال يقول الراديكال كومباوند الراديكال كومباوند شنو الراديكال كومباوند بالكيمياء اخذناها سابقا هو راديكال كومباوند نشوف يلا عبد الله دكتور الهيدروجين بيروكسيد وعاشت ايدك اول واحد ال H2O2 بعد بوليمرز كافي هاي باقل بال H2O2 بعد من يريد يضيف من يريد يضيف يلا زينب غالب دكتور ال NO نيتروك اوكسايد لا لا
داخل الجسم، داخل الجسم. هنالك او الاتش او، اتش او راديكال، قولي لي اتش او راديكال، او اتش راديكال. زين يلا هسه خلينا نسوي لها زين الغالب مشاركه. زين يلا سبطين. دكتور عندنا هماتنا النايتريك اوكسايد. لا بالميتابوليزم يطلع لي، هو صحيح هذا ال NO طبعا استفاد من عند الجسم لانه هو بعمليه الفازو دايليشن، و عديده اللي بي اللي بي خلينا نقول يعني الجسم لازم يخلص من عنده، ما يخليه داخل الجسم، لازم يتخلص من عنده. اول واحد ال H2O2، اكو هنالك بعد راديكال كثير داخل الجسم. يلا سارة تفضلي. سارة دكتور الاكسجين فري فيس سوبر اوكسايد فري راديكال سوبر اوكسايد. عافية سارة هناك مشاركة، مشاركة صار ستار. سوبر اوكسايد او اتش راديكال اتش 2 او 2 كلها هاي تطلع لي بي ال بي الميتابوليزم داخل الجسم، فالجسم حتى يخلص من عندها لازم يحولها من نان راديكال، يحولها من راديكال الى نان راديكال كومباوند، يعني من ان ستيبل تو ستيبل، لازم يستخدم ال ان اي دي بي اتش في هذه الحاله، وراح نشوف شلون راح يستخدم ان اي دي بي اتش في هذه. زين السؤال هنا تباعا، اذا كانت الراديكال كومباوند الريدوكس داخل الجسم عاليه بكثير من الامراض، كثير من الحالات يكون الريدوكس كلش عالي، فبالتالي شنو ضررها؟ اكثر ضرر تسوي شنو؟ شو تسوي؟ راح انا انطيك السؤال مو احسن. تاثيرها على البروتين بالدرجه الاساسي، تاثيرها على البروتين، انا اقول حتى يكون جوابنا مركز على هذا الشيء، تاثير الريدوكس كومباوند. يلا فاطمه تايه، فاطمه تايه اليوم راح تطلع بيك. نعم اليوم كلها ستارات فاطمه تايه اليوم. دكتور بالنسبه للبروتين هي تسوي لها ديناتوريشن. جاز سامناك ستار، بالتالي زاد مشاركه راح يتغير الستركتور، يتغير الفانكشن مالتها. فالبروتين موجود على شكل انزيم، البروتين موجود على شكل داخل السيلز، وظائفه كله هو البروتينات داخل الجسم راح نشوفها. فاذا صار بها ديناتوريشن يعني معناه there is no function او decreased its function، وبالتالي function of cell يقل، كل شيء يقل بيه. لذلك لازم نتخلص منين؟ من هذه المركبات اللي هي من اللي راح يساعد بعمليه اللي خلصنا من عتها اللي هو ال NADPH. كذلك عندي موضوع اسمه ال maintain RBCs يعني red blood cells membrane integrity بواسطه الحفاظ على هذا، طبعا بباثوي نخلي لكم اياه بالاخير راح نحكي. كذلك ايضا هذا الميت هيموغلوبين ايضا اثنالك بالباثوي. هنا راح احول لنقطه ديتوكسيفيكيشن باي هيدروكسيليشن. اخذنا المسؤول عن عمليه الميتابوليزم اوف دراكس، ميتابوليزم اوف بايو مولكيولز ويذن ذا ليفر از تو فيس، فيس 1 اند فيس 2. واخذنا اهم انزيم اللي هو اللي هو سيستم حقيقه يستخدم في عمليه ميتابوليزم اوف بايو مولكيول اللي هو السايتوكروم. وقلنا بالسايتوكروم، السايتوكروم يحتاج ال NADPH، حتى جاكم بالامتحان ما هو احتياجات السايتوكروم P450، واحده من عنده اللي هو يحتاج ال NADPH اند يحتاج الاكسجين. من يجهز عمليه ال NADPH؟ اذا البنتوس فوسفيت باثوي. بعد maintain the transparency of lens، ايضا يحافظ على اللينس من الريدوكس كومباوند وعلى صفائيه اللينس داخل الاي، وايضا هنالك ميكانيزم خاصه لكن اكثر وحده بيتحول ونخلصنا من الريدوكس كومباوند. لكن bactericidal activity of macrophage، الريدوكس كومباوند احيانا الماكروفاج بما يسمى respiratory burst اللي احنا اخذناها سابقا يمكن اشرنا في احد العلوم، respiratory burst
هذا الباثوي بواسطتها الماكروفيج اللي هي وسائل أو خلايا الدفاعية للجسم هي تنتج ريدوكس بمحددة قريبة من الفورين بوديز. عملية إنتاجها تحتاج NADPH حتى تعطيني راديكال كومباوند such as HOCl. هذا اللي يقوم بعملية killed the foreign body بعد ما تسوي له engulfment تسوي له phagocytosis. فراح هاي السلسلة respiratory pairs تحتاج element NADPH. هاي كلها وبعد أكو أكثر لكن أكثر أهمية هي هاي فائدة الـ NADPH المنتج من عملية الـ Bentose Phosphate Pathway. الرايبوز وين فائدته؟ أول بداية صناعة الـ Nucleic Acid وهو هذا أهم شيء. Nucleic Acid is very important and need 5 ribose sugar. الـ DNA شي يحتاج يا رايبوز بيهم والـ RNA وخدتوهم دكتور ريث أعتقد بالكورس الأول نشوف. يلا عبد الله يعني يحتاج ديوكسي رايبوز والآرني رايبوز وهاي عندك ستار واحد صار عبد الله زين. هناك يعني حالات سريرية مهمة جدا اللي هي glucose 6 phosphate dehydrogenase drug induced hemolytic anemia met hemoglobinemia وthiamine deficiency or lead to reduce transketolase. راح أكد على نقطة أربعة. هاي عملية الترانسكيتوليز ريأكشن اللي أخذناها بالنون أوكسيداتيف تحتاج إلى ثيامين فيتامين بي 1. إذا فيتامين بي 1 قليل ترانسكيتوليز قليل عملية البنتوس فوسفيت قليلة وبالتالي ما راح نحصل على المركبات اللي نستفاد بها من خلال البنتوس فوسفيت باثوي. إذن الفيتامين المهم جدا من هو الثيامين. هذا الميت هيموغلوبين. الهيموغلوبين أكو بي فرس وأكو بي فريك. انتبه وياي. فرس من يحمل الأكسجين يروح إلى التشو يعطي أكسجين يأخذ CO2 يتحول إلى فريك. هذا الفريك نسميه إحنا ميت هيموغلوبين اللي يقوم بعملية استرجاع الميت هيموغلوبين إلى الفرس هيموغلوبين اللي هو من هو الـ NADPH ليقوم يعني بمساعدة الـ NADPH. فإذا كان الـ NADPH قليل راح نشوف هنالك accumulate of met hemoglobin. هذا البوكس مهم جدا وملخص لعملية significant وكل واحد بكيس خاص بي. أحمد فضل كل واحد خاص بي كيس. دكتور الجلوتاثيون يأثر بعدني أنا خليت الجلوتاثيون إلى باثوي واحدة ما شرت له فقط قلت إنه by keeping glutathione reduced form راح أربط الموضوع الميتهيموغلوبين مع الجلوتاثيون ومع الريدوكس كومباوند. هذا واحدة خليته باثوي فقط أشرت له إنه هو بي سيجنيفيكانت. زين الآن يلا فاطمة الزهراء تفضل. دكتور عفوا كيس يعني الثيامين إذا منخفض بالجسم يعني معناته لا الجلايكوسيلايسيس راح تصير ولا البنتوس فوسفيت باثوي راح تصير. عفوا احنا قلنا يا اسوي يا اتناقل وحط السؤال هذا قلنا بالسابق بايروفيت دي هيدروجينيز يتحول بايروفيت الاستال كو اي نيد 5 كو انزيم واحد من عندنا الثيامين. نمبر 2 الالفا كيتو كلوتريت دي هيدروجينيز انزيم يحتاج بي 1 اند يحتاج بي 6 تمام. اما هنا عندنا هسه هم نزل بي 1 مهم جدا بالبنتوس فوسفيت باثوي. فاذا اي جسم نقص بفيتامين بي 1 راح تطلع عنده الاعراض والامراض المصاحبه له وهي ما يسمى بالبيربيري واحده من عندهم. واضافه لذلك هنالك ميتابوليك ديس اوردر يصير عنده ولذلك الفيتامين بي 1 يعني هو صحيح قلنا احتياجه يمكن كلش تركيزه قليل من النيوترينت لكن مرات هنالك اللي يصير عندهم مثلا فاستينج او فقدان الشهيه او هنالك مشاكل في الجهاز الهضمي راح يكونون اكثر عرضه الى نقص الفيتامين بي 1 ثيامين. حقيقه الفيتامينات احنا اخذناها بالكورس الاول اعطيتكم اياها كمحاضره وقلت لكم انه هي مطالبه بالكورس الثاني لان راح ادخلها بالميتابوليزم
وآخر شيء نقطة ملخصات for each one للفيتامين. المحاضرة أسحبها وأقول لكم هاي المهمة هنا، شفتوا الفيتامين B1 وين أهميته، وين الرياكشن مالته بالميتابوليك، وهكذا يعني نمشي ويا الفيتامينات بهذا الاتجاه. تفضل يا أحمد. دكتور العفو، بس أول شيء إحنا الفيتامينات ما أخذناها بالكورس الأول، ما أنا أشرت لها، يعني أنت وعدتنا على هذا الكورس. تمام. بس بالنسبة للثيامين يعني الفيتامين B1 ليه؟ بس إحنا قلنا نقصه راح يأثر على عملية البايروفيت تحول إلى أستيل كو أي ولا آخره. زين إحنا في حالة يعني هذا الجلوكوز صار عندي نقص بالفيتامين B1، زين الجلوكوز شنو مصيره إذا ما راح يتحول لا بايروفيت إلى أستيل كو أي ولا راح يصير ال زين يعني أنا راح أسألك سؤال، هل هذا النقص 100% لو كميته قليلة؟ هو قصدي يعني الجلوكوز اللي ما راح يدخل هاي العمليه وين راح يصير، شنو المصير؟ زين تمام. اذا ما دخل هذه العمليه هنالك باثوي اخر ناخذ ان شاء الله بالمحاضره القادمه، راح نشوف مصير الجلوكوز وين يتجه اذا صار اكيموليت. تمام. تمام ان شاء الله بالمحاضره القادمه. واحده من المسارات ايضا الجلوكوز اما يصير باتجاه الميتابوليزم، اتجاه الجلايكولايسيس، اتجاه الانتوس فوسفيت باثوي، واكو الى مسار بعد ثالث لا تسبق الاحداث تأتيك الأحداث تباعاً. تمام. إذن هذا الملخص، خلنا نختار لنا في الطالب من طلابنا وأنا أدري بهم سباع. يلا فارس. فارس. نعم دكتور. هسه نأخذ هذا ملخص، جبت رسم هذا كلش ملخص عن ذاك المخطط التفصيلي، هذا مخطط كلش بسيط. أول سؤال، من الريت ليميتنج ستيب بي؟ نذكر رايت ليميتنج ستيب، خطوه محدده للتفاعل، الخطوه المهمه جدا، الخطوه إيه؟ الاولى اللي هي هذا قدامك انت اقرا بالسلايد وانا جاي اشرح لك. ايه مو السلايد مو واضح عندي فاتح الملزم. يلا الخطوه الاولى من هي؟ الخطوه الاولى الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. زين اي دكتور. زين ايش نستفاد من البنتوس فوسفيت بات واي بصوره عامه؟ ايش حصلنا هسه من هاي نحصل دكتور بالاوكسيديتيف نحصل ان اي دي بي اتش وياي فارس. نعم دكتور وياك. زين احنا على اساس نقطع المحاضره لا جزئين على مود يصير بالتحميل عندكم يكون واضح حتى يكون افضل عندكم بالتحميل لانه يصير مشكله عندكم. زين خلينا نسوي قطع هاي الجزء الاول حتى احول الجزء الثاني اكثر